صوتي واضح؟ طب ممكن اعمل اوردر؟ اهلا بيكم، انا الدكتور مصطفى قمر، دكتور في قسم الفلك في جامعة طنطا. سعيد اني موجود معكم النهاردة. بص، لو جبنا بكرة خيط وخدنا هذه البكرة لفناها دوائر في بعض وعملنا زي كور كده، وقمنا في اخر الخيط ده قمنا حاطينه في كورة تزن 4-5 كيلو، ربطنا الخيط في الكورة كويس، وبعدين قمنا منزلين الكرة دي في المحيط. الكرة دي لما تطلع هتكون ايه؟ مبلولة. انا عايزك تتخيل معايا لو قمنا جايبين فيل، الفيل اللي هو ابو زلومة ده، وقمنا دهنينه كده بالدهان بالمازوت، عارف المازوت؟ يمين شمال يمين شمال كده اهو، وقمنا واخدين الفيل ده حاطينه في مية ساقعة 15 دقيقة، وبعدين مطلعينه لمية سخنة 35 دقيقة، وبعدين نطلعه الفضاء. قول لي ايه اللي هيحصل؟ انت مستني اجاوب؟ انا بسألك انت، ايه اللي هيحصل في ده؟ مين العبيط اللي هيعمل كده؟ ده عبيط قوي، اخد فيله واحط المازوت. كان ليا قصة جميلة مع العالم الكبير نيل ديجريس تايسون أثناء أحد المؤتمرات في الإسماعيلية. هو كان طالع من المؤتمر مستعجل شوية، فأنا كنت طالع من البوفيه لأن كنت يعني بخلص بعض الحاجات هناك، فقابلته واتخبطنا في بعض. وهو نيل ديجريس تايسون راجل ذكي قوي يعني، فبيسأل أسئلة حلوة قوي يعني، فلقيته قام قايل لي: مصطفى، هو الحمام فيه؟ أدركت ساعتها إنه كان مزنوق. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. في المشهد الجميل من فيلم ذا لاين كينج، لما كان تيمون وبومبا وسيمبا نايمين على الأرض بالليل بيراقبوا النجوم في السماء، بيسأل بومبا سؤال وجودي في غاية الأهمية: عمركش فكرت يا تيمون النقط المنورة اللي فوق دي تطلع إيه؟ فيرد عليه تيمون بغاية الثقة ويقول له: بومبا، أنا ما بفكرش، أنا عارف، دبان منور لازق في السجادة الزرقاء اللي فوق دي. فيرد عليه بومبا في خيبة أمل ويقول له إنه كان فاكرهم كور غاز مولعة على بعد ملايين الأميال. المشهد ده عزيزي بغض النظر عن المفارقة المضحكة اللي فيه، إلا إنه في الحقيقة واحد من المشاهد الجميلة اللي بتدينا صورة ذهنية عن وضع الإنسان القديم لما كان بيمدد على الأرض بعد عشاء لذيذ ويراقب النجوم المنورة في السماء ويتساءل عن ماهيتها وماهية بقية الأجرام اللي بيشوفها في السماء زي الشمس والقمر اللي ما عندوش أي تفسير لوجودهم أو طريقة حركتهم. وأسئلة عن السماء إذا كانت بتمتد إلى ما لا نهاية ولا بتخلص في حتة معينة. كل أسئلة والتأملات دي عند الإنسان من قديم الأزل. يمكن أول حاجة الإنسان بص عليها وفكر فيها هي الشمس والقمر. قرص منور ومدور في السماء بيطلع في النهار ويختفي في آخره، وبيطلع بداله بالليل قرص لامع أو جزء من قرص لامع وبيختفي أول ما النهار يبدأ في حركة مستمرة ومتناغمة فوق الأرض. كان أول تفسير منطقي يا عزيزي أنت أكيد عارفه هو إن الأرض هي المركز والشمس والقمر بيلف حوالين الأرض، وده غالبا كان أول نموذج يحط الإنسان للعالم. طبعا التأملات ما وقفتش هنا، ابتدى الإنسان يفكر في تطبيقات على الكلام ده، وتفكير الإنسان خلاه يبدأ يفكر في النموذج ده ويستخدمه في تطبيقات ممكن ساعده في حياته. اول تطبيق عملي للنموذج ده كان في ضبابة عصور ما قبل التاريخ في الالفية الثالثة قبل الميلاد في مصر، لما المصريين القدماء عملوا نظام تقويم دقيق بيعتمد على حركة الشمس، وكانوا اول ناس يقسموا السنة ل 365 يوم. مش عارف يا عزيزي ليه ما خلوهاش 730، كان زمان عندي دلوقتي 13-14 سنة. المهم ان لما يكون عندك تقويم زي ده عزيزي فانت من خلاله تقدر تحسب انت في انهي اسبوع من اسابيع السنة، وبالتالي في وتش شهر وفاضل قد ايه على السنة الجديدة. وده ساعد المصري القديم على انه يطور نظام الزراعة. النظام الحضارة المصرية كانت بتعتمد عليه بشكل كبير، والمصري القديم بقى عارف وقتها امتى يغرس وامتى يحصد وامتى ياخد احتياطاته من فيضان النيل اللي كان ممكن يبوظ له شغله. في الحقيقة عزيزي البشر تطوروا جامد في دراستهم للشمس والقمر والنجوم، وقدروا ياخدوا قياسات دقيقة الى حد ما لاماكنهم
منهم ومواقعهم. فمثلا البابليين قدروا يفهموا دورة سايروس اللي هي الدورة الزمنية اللي بنستخدمها عشان نقدر نتنبأ بالخسوف. وفي الوقت ده برضو أدرك البشر إن في نجوم بتتحرك في السماء بس ما بتتحركش زي بقية النجوم. البشر قدروا يقسموا النجوم كده كده ونجوم كده وكده، ودي كانت المدرسة الوجزية في الفلك. النجوم كده كده نجوم حركتها معروفة، لكن النجوم كده وكده كانت حركتها مختلفة فسميناهم الكواكب. واكشلي لقينا منهم كذا واحد زي عطارد والزهرة والمريخ، وقدرنا نعمل سجلات دقيقة لحركة الكواكب دي في السماء. وشوية شوية كبرنا وتقدمنا وابتدينا ندرك ان يكون في اكتر من الشمس والقمر وشوية النجوم، وبقينا محتاجين نرجع للنموذج القديم بتاعنا ونعدله عشان نزود فيه الحاجات الجديدة دي. على الناحية التانية من الساحل الأبيض المتوسط، الشباب اليوناني كان برضو موهوم بالسماء والنجوم والشمس والقمر والكواكب، وقرروا ان هم ياخدوا الطالعة بتاع تعديل النموذج دي. يمكن اول واحد ياخد خطوة كويسة في الموضوع ده كان افلاطون اللي ادرك اهمية ان يبقى معانا نموذج رياضي وهندسي بيوصف حركة الحاجات الكتير اللي فوق دي. واحد اول نماذج لشكل الكون دي حطه الزميل اليوناني يودوكسوس اوف كينيديس. النموذج ده حط الشمس والقمر والكواكب في مدارات كروية حوالين الارض، والمدارات دي بتدور جوه بعضها بسرعات مختلفة. النموذج ده قد شويتين ثلاثة بس، الفكرة بشكل بسيط يعني هو ان الارض مركز الكون وان الشمس والقمر والكواكب كلها عايشة في كور حوالين الارض بتدور جوا بعض. في الحقيقة ان النموذج ده على تعقيده الا انه في الواقع فكرة كويسة جدا، خصوصا ان اللي عاملينه ما عندهمش افكار فيزيائية اساسية زي مثلا مفهوم كده لو تسمع عنه اسمه الجاذبية. انت سمعت عنه وشفته عزيزي؟ بطل تكذبني وتطلع لي من مداري. الا ان النموذج ده يا عزيزي كان فيه مشاكل زي حياتك. بعمك ارسطو خد هذا النموذج وطوره وعدل فيه، بس زي ما تقول كده عزيزي حط التاتش بتاعه ودخل الفلسفه في الموضوع. مثلا لازم الارض تكون مركز الكون، ليه يا عم ارسطو؟ اسباب فلسفيه. طب ليه الاجرام السماويه لازم تكون عايشه في كور منتظمه؟ والله عشان الاشكال المنتظمه احسن من الاشكال المش منتظمه. ايوه ليه الاشكال المنتظمه احسن يا عم ارسطو؟ اسباب فلسفيه. عامل لي فيها سؤال خشاب كل ما حد يساله يا كابتن ليه ده يقول معلش حياتي الفلكيه خط احمر. المهم النموذج ده فضل مكمل لحد ما ظهرت مشاكل تانية زي كوكب المريخ مثلا، واللي حركته في السماء ما كانتش بتتفق مع النموذج ده خالص لانه كان بيعمل حاجة اسمها الريتروجريد موشن او الحركة الرجعية، ودي كانت ببساطة ان هما بيشوفوه بيغير اتجاه حركته بشكل غير مفهوم. يبقى يتحرك في السماء عادي جدا وفجأة يرجع لورا وبعدين فجأة يرجع يكمل حركته بشكل عادي جدا. طب هنعمل ايه في حركة المريخ المترددة دي؟ هنسيب النموذج الناس دي كلها اشتغلت عليه عشان حتة كوكب بيروش لي في السماء؟ طبعا لا. ومن هنا بدأ الاغريق يسجلوا ملاحظات اكتر وياخدوا قياسات اكتر ويعدلوا النموذج كذا مرة لحد ما النموذج بقى معقد وصعب، والاجرام السماوية بقت بتتحرك في كور جوه كور اكبر جوه كور اكبر بشكل معقد جدا. ودي ما كانتش اكبر مشكلة يا عزيزي. سنة 476 سقطت الامبراطورية الرومانية بعد ما تمت الإطاحة بآخر أباطرة الرومان روميولوس، ودخلت أوروبا فيما يعرف بالعصور المظلمة لمدة 1000 سنة تقريبا. المؤرخين بيشيروا الفترة دي بمصطلح العصور المظلمة اللي ترى كهربا كتقطع يا أبو حميد. عزيزي لم يكن هناك كهربا، بس هي اتسمت كده بسبب غياب وشح الكتابات التاريخية وندرة الإنجازات الحضارية وتفشي الجهل والحروب، ده غير الفقر وانعدام الأمان وانحطاط عام في جميع جوانب الحياة. كانت عصور مظلمة أوي عزيزي، ربنا ما يعودها على البشرية أبدا. وطبعا في ظل الأوضاع الصعبة اللي بيعيشها الناس في الفترة دي مفيش حد عنده دماغ يفكر في السماء واللي فيها. بقولك عصور مظلمة هقعد أبص في السماء؟ أنا لو عايش في الزمن ده مستحيل أبص في السماء غير عشان أدعي. فطبيعي محدش هيفكر يا ترى الكواكب دي بعيدة قد إيه ولا بتتحرك كده ليه. الناس في حالة ذعر وهلع وخايفة تتقتل أو تموت من الجوع أو المرض، وتسود أوروبا حالة من التخبط الشديد في كل المجالات. ومش بس كده، معظم الكتب والوثائق الفلكية اللي سجلها الإغريق لملاحظاتهم الفلكية فقدت وضاعت. لا بقى معانا نموذج معقد ولا بقى معانا نموذج اصلا ولا في حد بيعمل حاجه خالص الا ما حد حتى نقل شيت. الا ان لحسن حظنا بيبدا مع نهايه القرن الثامن وبدايه القرن التاسع في الناحيه الثانيه من العالم ما يعرف بالعصر الذهبي للاسلام او الاسلامي جولدن ايج، واللي عاده بيتارخ مع انشاء العباسيين لبيت الحكمه في بغداد، واللي اتعمل في البدايه عشان يكون مكتبه واتطور بعد كده وبقى مركز ضخم للبحث العلمي. احد اهم الانجازات اللي حصلت في بيت الحكمه كانت ترجمه كتاب الماجستي اللي سجل ووثق فيه بطليموس اعمال وافكار فلكيه يونانيه كانت في غاية الأهمية، وشرح فيه محاولات الإغريق لفهم حركة الأجرام السماوية والنجوم والكواكب واللي لولا كنا ابتدينا من الأول خالص.
علم الفلك كان له أهمية خاصة عند علماء العرب والمسلمين، لأنه العلم اللي بنعرف بيه نهاية وبداية الشهور العربية المرتبطة بدورة القمر، وده مهم جدا لحاجات زي موسم الحج وبداية شهر رمضان، بالإضافة لكونه بيعرفنا الوقت والاتجاهات، واللي كانت طبعا حاجات أساسية عشان تقدر تصلي وكمان تعرف اتجاه القبلة وتقدر تسافر. كل ده محتاج فلك، وعشان كده ظهر ضرورة ملحة في الوقت ده لتحديث وتصحيح خرائط وجداول النجوم اللي عملها اليونانيين. هنا يا عزيزي كان هناك احتياج حقيقي لعلم الفلك، ما كانش شوية ناس كده قاعدة فاضية تقعد تبص في السماء وايه ده الله وايه الحاجات الحلوة دي، لا احنا عايزين ندرس فلك عشان مهم بالنسبة لنا. العرب والمسلمين كمان حدثوا وعدلوا في الخرائط الخاصة بالارض والبحار اللي سابها بطليموس، واللي ما كانتش دقيقة قوي وغير مكتملة التفاصيل. بطليموس يا عزيزي لم يكن بطل قوي، لم يكن مهتم بالتفاصيل، واخبارك مع التفاصيل كان نفسي اسمعها بالتفصيل بس بطليموس مش سالك. وعشان كده كلف الخليفة العباسي المأمون مجموعة من الفلكيين انهم يحدثوا كل الحاجات دي ويعملوا خرائط وجداول فلكية اشمل وادق لمواقع النجوم اللي اتعرفت بعد كده بالزيج الممتحن، واللي الغرب بيعرفها بالفيريفايد تيبلز، وتسمت الجداول دي بالاسم ده عشان القياسات اللي اتعملت بيها تم التحقق منها بشكل علمي ودقيق باستخدام اساليب وادوات متطورة للقياس. زي ايه؟ زي الاسترلاب، واللي كان اداة بتمثل الفلكيين وقتها حاجة زي الكمبيوتر الفلكي قبل ما يكون في كمبيوترات، وساعدهم في تحديث خريطة العالم بتفاصيل أدق وبمواقع جغرافية جديدة ما كانتش موجودة قبل كده، سواء في خرائط الإغريق أو بطليموس. وعلى ذكر بطليموس، واحد من الفلكيين اللي درسوا خرائطه وملاحظاته بشكل عميق كان الفلكي العبقري نصير الدين التوسي، واللي حاول يوفق بين النموذج المعقد والمليء بالمشاكل بتاع بطليموس لحركة الكواكب حول الأرض وبين القياسات اللي كان بيعملها لمواقع الكواكب دي، وطلع بحيلة رياضية عملها اسمها مزدوجة التوسي أو التوسي كابل عشان يبسط النموذج بشكل كبير ويحل المشاكل اللي وقع فيها بطليموس بسبب تمسكه بمركزية كوكب الأرض في نموذج الكون. يا عم خلاص ما تسيب الكوكب براحته وحبيبتك تخلوه محور الكون. أوروبا هديت شوية من مشاكلها وعصورها المظلمة بدأت تنور، والناس رجعت تبص وتتأمل في السماء وتفكر في اللي بتشوفه فيها. واحد من الناس دول كان في بولندا اسمه نيكولاس كوبرنيكس. عمك نيكولاس كان على وشك انه يفجر قنبله كبيره ويضرب في المعتقدات والمسلمات. كوبرنيكس ارى شغل بطليموس اللي حفظه وترجمه العرب زي ما قلنا، ودرس الشغل والاسهامات الاضافيه اللي قدموها، وطلع بفكره خطيره جدا. كوبرنيكس قال لك النموذج بتاع بطليموس ده فيه مشاكل كتيره جدا ممكن تتحل لو ما خليناش الارض مركز الكون. بس كده؟ طب يا كوبرنيكس مين هيكون مركز الكون مكانها؟ عزيزي واضحه زي الشمس. كوبرنيكس قال ايه اللي هيحصل لو قلنا ان الشمس هي المركز وان الارض زيها زي بقيه الكواكب بتدور حوالين الشمس؟ وفعلا في سنه 1543 نشر كوبرنيكس كتابه On the Revolutions of Celestial Spheres، اللي بالمناسبه نقدر نشوف فيه تاثر كبير بشغل الطوسي. وطرح كوبرنيكس في كتابه ده نموذج جديد بيبدل فيه اماكن الارض والشمس، فهو عمل هذا التغيير ولكنه تمسك بحاجه واحده. بيه يا ابو حميد؟ بفكره ارسطو للشكل الدائري لمدارات الكواكب حوالين الشمس. في الحقيقه النموذج الجديد ده او الهيليوسنتريك موديل كان معقد الى حد ما زي نموذج بطليموس، وملحقش كوبرنيكس يطور فيه بشكل اكبر لانه توفى بعد نشر الكتاب بفتره قصيره. ولكن الفكره الجديده اللي طرحها كوبرنيكس كانت خلاص فجرت الكثير من الاكتشافات والنظريات الجديده من بعدها ولمده قرن تقريبا. مع نهاية القرن الستاشر وبداية القرن السبعتاشر حصلت أحداث هتغير مسار رحلتنا بالكامل. في إحدى المدن التشيكية اسمها تحت هنا يا عزيزي لو عرفت تنطقها هديك بوسة، بدأ الفلكي الدنماركي تيخو براهي يبني مرصد فلكي. مرصد بيضم أحدث أدوات الرصد المتوفرة ساعتها. تيخو كان ساعتها مولع جدا بفكرة القياسات الدقيقة، واخترع عدد من أدوات القياس المتطورة عشان يقدر يستخدمها في دراساته في المرصد. ومع اعتبار إن ما كانش فيه تلسكوبات وقتها، ففي الحقيقة النتائج اللي توصل ليها كان كويسة جدا، وجداول القياسات التجريبيه اللي سجلها تيكو كانت كافيه انها توصله لاستنتاج خطير، وهو ان الكواكب ما بتدورش حوالين الارض ولكن حوالين الشمس. ثواني يا ابو حميد، يعني النموذج بتاع كوبرنيكس ده طلع صح ولا غلط؟ في الحقيقه عزيزي تيكو براهي كان لسه متاثر بفلسفه بطليموس اللي فيها الارض هي مركز الكون، وكان صعب عليه انه يتخلى عن الفكره دي تماما حتى لو بعض النتائج كانت بتقول عكس كده، وقام يعني اعتبرها اخطاء ملاحظه او يعني اوبزرفيشنال ايرورز. ما خدتش بالي تلاقيني غلطت في حاجه، جل من لا يسوي يعني. العلم المساعد بتاعه يوهان كيبلر اخذ هذه الدراسات الدقيقه بعد موت تيكو وحل النتائج بدون ما ينقي اللي على مزاجه، وقرر بكل براحه وذكاء يبص للموضوع بشكل مختلف. يا ترى ايه اللي ممكن يحصل لو تخلينا عن فكره المدارات الدائريه اللي مقتنعين بيها من ايام ارسطو دي، وبدل ما نعمل هذه المدارات الدائريه نعملها مدارات بيضاويه؟ في انت بتكسر كلام ارسطو؟ طب والاسباب الفلسفيه هنقعد من غير اسباب فلسفيه؟ اقف عندك، ما تقربش للاسباب الفلسفيه ارجوك يا سيدي. جرب بس شوف
ونشوف ايه اللي ممكن يحصل. وبالفعل بيجرب كيبلر نموذج جديد بتدور فيه الكواكب في مدارات بيضاوية حوالين الشمس، ويلاقي ان كل القياسات بتتفق مع النموذج ده بالملي. يا نهار ابيض، يعني طول الوقت المشكلة كانت في شكل المدارات والارض ما طلعتش في المركز ولا حاجة. مش بس كده، بدأ كيبلر يحلل القياسات وبيانات مواقع الكواكب المختلفة، واستنتج بشكل رياضي 3 من اهم قوانين الفلك لحد النهاردة، اللي هي قوانين كيبلر للحركة الكوكبية. القوانين دي ما كانتش بتقول ليه الكواكب بتدور حوالين الشمس بالطريقة دي، ولكنها بتقول ازاي الكواكب بتتحرك، وبتسمح لنا وبشكل رياضي لأول مرة في التاريخ الإنساني إننا نتنبأ بمواقع الكواكب بدقة في المستقبل. في نفس الفترة العظيمة دي في القرن ال 17 قدم مخترع ذكي للبشرية اختراع مذهل هيعمل ثورة حقيقية في عالم الفلك، وهو التلسكوب. مين المخترع ده يا ابو حميد؟ طبعا عزيزي مستنيني اقول لك جاليليو جاليلي. ده في الحقيقه خطا شائع جدا. مخترع التلسكوب الحقيقي اسمه هانس ليبرهي، واللي كان صانع نظارات هولندي ما بياخدش حقه ومحدش بيفتكره في الاغلب، لان هو ده انجازه الوحيد. هانس لاحظ انه ممكن يشوف الحاجات البعيده لما يحط عدستين مكبرتين ورا بعض ويبص من خلالهم. اختراع بسيط وعملي ومفيد جدا. وبالفعل الناس بدات تستخدمه في المواني عشان تحدد اماكن السفن، ولكن في 1609 قرر الزميل الايطالي جاليليو جاليلي يطور من نفسه ويستخدم التلسكوب بطريقة مختلفة، وبدل ما يبص على السفن كده رفعه لفوق ناحية السماء وبص كده بس كده بس كده، وعينك ما تشوف الا النور. جاليليو فعلا لما رفع التلسكوب للسماء اتحول لمكنة من الانتاج والاكتشافات العلمية. ورقة وقلم وعد معايا يا ست الكل. اكتشف 4 اقمار لكوكب المشتري، واكتشف ان درجات الرمادي اللي على القمر عبارة عن حفر او كريترز وجبال قمرية، واكتشف بقع داكنة على الشمس مع انها اكتر واحدة بتنام بدري. ازاي يطلع لها هالات؟ جاليليو كمان اكتشف حلقة حوالين كوكب زحل. جاليليو رسم الحلقة دي بكل اتقان وجمال في القرن ال 17، ولكن الاهم من كل ده هو اكتشافه لمراحل كوكب الزهرة، واللي بتشبه إلى حد كبير أطوار القمر بتاعنا. وده لوحده كان اكتشاف خطير جدا، لأن من خلال متابعته للأطوار دي قدر يستنتج إن مستحيل يكون كوكب الزهرة بيدور حوالين الأرض زي ما تيكو براهي وغيره كانوا بيقولوا، وإنه لابد يكون بيلف ويدور حوالين الشمس. وبقى معانا دليل عملي وتجريبي تاني بيضعف من فكرة مركزية الأرض، وبيرجعنا للنموذج اللي اقترحه كوبرنيكوس قبل كده. فكرة عدم مركزية الأرض دي غيرت كل المفاهيم وأعادت صياغة كل التصورات. النهاردة لو واحد عمل إنجازات بنص تأثير إنجازات جاليليو دي كان زمانه واخد 3-4 جوائز نوبل على الأقل، وكسبان وشوشة ودير جيست بتصويت الجمهور. بس زي ما تقول يا عزيزي، الزمن اللي كان عايش فيه جاليليو ما كانش منفتح قوي لأفكار ثورية زي دي، واصطدم بسببها جاليليو بشكل مباشر مع شخصيات مهمة في الكنيسة الكاثوليكية وقتها، لأنهم كانوا شايفين إن كلامه بخصوص عدم مركزية الأرض مخالف لتفسيراتهم لبعض آيات العهد قديم، فتقدم للمحاكمة واتهموه بالهرطقة، واتحكم على جاليليو بالإقامة الجبرية في بيته ومنعه من مناقشة حججه ضد مركزية الأرض، وكمان أعلنت المحكمة إن كتبه ممنوعة. وللأسف اضطر جاليليو يقعد في بيته لحد ما توفى سنة 1642. اللي حصل لجاليليو ده كان شيء مؤسف جدا، والمجتمع، وسألني عزيزي أنا عارف كويس، مش دايما مستعد يتقبل المفاهيم العلمية الجديدة، خصوصا لما تكون بتهد إرث ثقافي أو فكري عايش بقاله مئات السنين. إلا إن في نفس السنة اللي توفى فيها جاليليو هيتولد أحد أهم أبطال حكايتنا، واللي هيحسم الجدل بشكل نهائي، إسحاق نيوتن. نيوتن كان عقلية فزة بصراحة، مش محتاجة أقدمه لأن شغله وأعماله بتتكلم بصوت أعلى مني ومن أي حد، وإسهاماته في الفيزياء والفلك والرياضة تتجاوز الجميع، ويمكن عشان كده محدش تقريبا ما سمعش عن نيوتن. خلال طاعون لندن في 1665 الناس كلها كانت قاعدة في البيت عشان تحمي نفسها، بالظبط زي اللي حصل لنا في وقت الكورونا، ولكن نيوتن كان بيستغل وقت الحظر في المذاكرة والتأمل، وبيكتب ملاحظاته وأفكاره عن فرع رياضيات جديد اخترعه حرفيا في بيتهم وقت الحظر. أنت لما عملت بسكوت العشر دقايق عملت فرح. ده اخترع الكالكولس او التفاضل والتكامل، واللي يعتبر شغل ثوري ذو اهميه ضخمه في الرياضيات وعمود اساسي في هذا العلم لحد النهارده. يقعد بقى ويتهد وفرحان بالانجاز ويامن على ثابت التكامل ويتحط وخلاص؟ ابدا، انتوا لسه شفتوا حاجه. سنه 1671 اخترع نيوتن تلسكوب من نوع جديد، وهو النيوتنيان تلسكوب، اللي اتخلى فيه عن العدسات المكبره واستخدم المرايات عشان يقرب الضوء ويوضح الصوره، وكان بيطلع صور جودتها كانت في احيان كتير افضل من التلسكوب العادي. ولو كل ده مش كفايه، فاللي عمله بعد كده وبدون اي مبالغه
كفيل انه يخلد اسمه في التاريخ كاحد اهم واعظم العلماء على مر العصور. في 1686 نشر نيوتن اهم اعماله، واحد اهم الاعمال اللي اتكتبت في التاريخ على الاطلاق، وهو كتاب Mathematical Principles of Natural Philosophy، او الاصول الرياضيه للفلسفه الطبيعيه. الكتاب اللي قدم فيه نيوتن للعالم قوانينه للحركه ومفهوم وقانون الجاذبيه. وعايزك يا عزيزي تاخد بالك ان العمل ده مش بس مهم عشان بسببه لاول مره بقى عندنا اجابات عن ليه الكواكب والاجرام السماويه بتتحرك بالطريقه اللي بتتحرك بيها، مش بس هي بتتحرك ازاي زي ما كيبلر قال لنا في القوانين بتاعته الثلاثه، ومش بس عشان اثبت خطا فكره مركزات الارض بشكل قاطع ونهائي، ولكن اهميته العظيمه في انه بيقدم نظام رياضي دقيق جدا بيوصف حركه اي جسم حرفيا، مش بس حركه الاجرام السماويه، وبيعتمد في اساسه على التجربه والمراقبه والملاحظه اللي هي اهم فكره بتستند عليها منهجيه البحث العلمي الحديث. وده في حد ذاته بيخلينا نقدر نقول ان نيوتن هو العلامه الفارقه بين العلم في عصر النهضه وبدايه العصر التجريبي. مع دخولنا القرن ال 18 وال 19 ارتفعت بشكل ملحوظ قوي كميه وجوده الابحاث والاكتشافات الفلكيه، وده يا عزيزي حصل لسببين. السبب الاول ان بقى معانا الفيزياء والرياضيات اللي محتاجينها عشان نفهم ونحسب كل حاجه متعلقه بحركه الاجرام السماويه، وده الجزء النظري. والسبب الثاني هو التقدم الكبير اللي حصل في جوده صناعه اجهزه الرصد الفلكيه وخصوصا التلسكوبات، وده الجزء العملي. وفي الحقيقه الاثنين دول ما كانوش منفصلين عن بعض، بالعكس الجزء النظري بقى بيخلينا عارفين احنا بندور على ايه وفين، والجزء عملي يا اما بيؤكد النظريه ويثبت تنبؤاتها بالتجربه او ينفيها ويخلينا نرجع نفكر في نظريه تانية. ويمكن احد اروش القصص اللي بتبين التناغم ده حصلت في القرن ال 19. لاحظ الفلكي الفرنسي يوربان لوفرير خلال دراسته لمدار اورانوس سنه 1846 ان يورانوس بيحيد شويه عن المسار اللي المفروض يمشي فيه على حسب المعادلات، وبعد مراجعه الحسابات اكتر من مره ادرك ان الموضوع اكبر من مجرد انحراف بسيط. يورانوس ما طلعش منحرف انحراف بسيط ونزوه كده وهتعدي، كان ممكن عمال يقول يعني اكيد حصل غلطه، اكيد في مشكله بسيطه، بس هو اكيد يعني مش منحرف، بيمشي في مساره عادي بس حصل غلطه في القياسات. بس فيرير جرب يعمل حاجه جريئه، وهو انه افترض وجود كوكب ما جنب يورانوس، وزي ما تقول كده بيأثر بالجاذبيه بتاعته على اورانوس فيخليه ينحرف عن مساره، وزود في المعادلات تأثير جاذبيه الكوكب الافتراضي ده عشان يحسب موقع يورانوس الصحيح. ولدهشته الشديده المعادلات تظبط وتتفق نتائجها مع قياساته لموقع يورانوس في الحقيقه. فبعت فيرير فورا لصديقه الفلكي يوهان جال احداثيات محدده في السماء، وطلب بيرصد له جسم ما غير معروف في الاحداثيات دي. وبالفعل بيرصد جال الكوكب المزعوم ده في الموقع اللي حسبه فيرير بالظبط، واللي نعرفه النهارده بكوكب نبتون. يعني ببساطه فيرير بسبب انحراف بسيط اكتشف كوكب جديد. قصه اكتشاف كوكب نبتون بالطريقه دي تعتبر بشكل كبير اثبات درامي لاناقه وشياكه ودقه معادلات نيوتن في الميكانيكا والجاذبيه. وبدون اي مبالغه فدي واحده من اهم لحظات الانتصار الرائعه للعلم في القرن ال 19. مع انتشار الصور للكواكب والنجوم والمجرات النهارده بيكون من الصعب اننا نتخيل ان من 100 سنه تقريبا مفهومنا عن الكون كان مختلف تماما، ما كناش مدركين مثلا ان في ثقوب سوداء او موجات جاذبيه او نجوم نيوترونيه او مجرات على بعد بلايين الاميال والسنين الضوئيه. الكون في وقت من الاوقات كان مركزه ارض مسطحه فيها شمس بالنهار وسجاده زرقاء فيها قمر وحاجات بتلمع بالليل، وبشويه ارقام ومثلثات وادوات قياس ورصد عرفنا ان الارض كرويه وليست مسطحه، وان في كواكب بتدور في مدارات، وممكن كمان نتنبأ بمواعيد ظهورها. واتضح لنا ان العالم اللي احنا فيه اوسع واكبر بكتير من مجرد عدد من الكواكب والاقمار وعدد كبير من النجوم اللي بعتبرها بشكل عشوائي. مجراتنا ليست الساكن الوحيد لهذا الكون، الكون طلع عباره عن فضاء ضخم وشاسع مليان بالنجوم والمجرات المحاطه بظلام غير معروف العمر. فهمنا وادراكنا توسع مع ادراكنا لعظمه واتساع الكون اللي احنا فيه. ما كانتش دي اخر الحكايه، ولا كان اللي اتكلمنا عليه كل تفاصيل الحكايه، بس يمكن رحلتنا التاريخيه السريعه دي بينت لنا حاجة في منتهى الأهمية، وهي إن أي فكرة ممكن تكون غلط، وأي مسلمات جايز جدا تطلع مش صحيحة. الحاجة الوحيدة اللي بتزقنا لقدام وخلتنا نوصل للي احنا فيه النهاردة من تقدم حضاري وفهم وإدراك للكون هو التساؤل والفضول الإنساني في مسيرتنا الأزلية للبحث عن الحقيقة. بس يا عزيزي وأنت بتدور على الحقيقة ابقى انزل شوفها في المصادر وفي الحلقات اللي فاتت وفي الحلقات اللي جاية، وما تنساش تشترك على اليوتيوب. أنا يا عزيزي دورت على الحقيقة والحقيقة إني ما لقيتهاش، بس لقيت حاجة أهم. لقيت الهرتقة.